حينما انتفضت روحهما وأبت إلا العودة أو الوداع. قنصت رصاصة الموت حلم ذاك الحق واستقرت في صدري نديم نوارة ومحمد أبو الظاهر، فناما نومة الأبطال الأبدية. في 15 من أيار عام 2014 نكبت فلسطين باستشهاد طفليها نديم ومحمد، واليوم هو خير تأبين لذكرهما. هذا أحسن حفل تأبين لشهداء عمري شفته، لأنه هو حفل ليس حفل تأبين وليس فقط مكرس لتخليد ذكراهم، ولكن هو حفل كفاحي. كل الاحتفال والإثباتات والأفلام التي عرضت هي وسائل إدانة لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الجريمة. ما حالهم ونبض قلبهم غاب فانطفأت نوارة القلب، ما حالهم ودمعة الفراق لم تجف وطيف ضحكاته معبقة برائحة كل زاوية تبكيه في البيت. يعني بشتاق له كل لحظة وكل دقيقة، والله العظيم ابني نديم ما راح من خيالي لحظة واحدة، باستمرار بفكر فيه، راح أخذ له حقه بالقانون، بقول له نفسي ترجع بس أشبع منك، ونفسي ما ترجع لأنه أنا متأكد أنك في الجنة. محمد نديم كان واضح بأنهم ما شكلوا أي خطر، قتلوا خارج القانون بدم بارد بشهادة هيومن رايتس ومؤسسات حقوقية كثيرة. قتل محمد نديم واستشهد بشيء يرتقي إلى جريمة حرب. انتقام الأب لن يكل إلا بإيصال رسالة الدم البارد الذي قتل به نديم ومحمد لكل العالم، فالتحقيقات جارية، استخراج وتشريح لجثمان نوارة، تحليل لفيديوهات مصورة وكاميرات التقطت العملية بالجرم المشهود. نجحت العديد منها في استقطاب تعاطف دولي ترجم بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية لإسرائيل التي حاولت الرد، لكن سلاحها السفاح الذي تدافع به عن نفسها أضعف من الفشل الذريع. رصاصة في حالة محمد أبو ظاهر لم يستطيعوا إيجادها، ولكن وجدوا شظاياها في جسمه، وفي حالة نديم وجدت الرصاصة نفسها. هذا نوع من الرصاص الحي الخطير جدا، أصغر حجما من الرصاص المعروف ولكن خطير جدا، لأنه إذا اخترق الجسم وأصاب أي جزء حيوي يؤدي إلى الوفاة فورا. ترهات القاتل ومحاولة تنصله من فعلته المشينة هشة أمام إصرار أبن قتلته الرصاصة قبل أن تقتل نوارته، فلن يندمل نزف جرحه ولن تطفأ نار الظلم التي تخنق صدره إلا بأخذ حق فلذة كبده. من قصر رام الله الثقافي، زين صندوقة. السلام عليكم يا شيخ.